بكم في مغربيات. مبارك عواشركم ورمضان كريم. اليوم مش هنعمل اكل، اليوم هنعمل حلو. غنديروا حاجتين معروفين عندنا في المغرب، البريوات، بس هنعملها احنا عاده تنديروا بريوات باللوز او بنعملها بريوات باللوز. انا النهارده هعملها بريوات كاوكاو. كاوكاو اللي هو فول السوداني والجنجلان اللي هو السمسم. كاوكاو والجنجلان يعني فول السوداني والسمسم. وهنعمل كمان سلو او صفوف. نطلع فاصل ونرجع نعمل الاكل. رجعنا بعد الفاصل ونبدأ نبداو. هنحتاج المقادير، هنحتاج مش الورق، مش عايز الورق بتاع السمبوسك عشان هيبقى تقيل شويه. هنجيب الورق بتاع الجلاش اللي هو قريب اللي عندنا في المغرب، وقد بسطيله الورق الجلاش، بس ورق البسطيله عندنا في المغرب بتبقى انعم شويه. نجيب ورق الجلاش ويتقطع نفس الحجم بتاع السمبوسك، لو عايزاه اصغر قطعه اصغر بس تبقى بالطول. سمسم متحمر ومطحون مجروش، سوداني برضو مجروش، معلقتين كبار زبده، معلقه كبيره قرفه، ثلاث معالق ميه زهر، وسكر بودره. ونبتدي نخلط الحاجات على بعض. بسم الله. كاوكاو السوداني، سمسم، زلافه صغيره، زلافه يعني بالبوله، اوكي، الزبده، قرفة، مية زهر، وسكر ناعم أو سكر جلاسي، ثلاثة المعالق. لو مش عايزة تبقى مسكر معاكي قوي ممكن تحطي، أو لو مش عايزة مسكر قوي ممكن تحطي السكر اللي هو العادي. دي الحشوة، عايزة اخلطها كويس. هنحتاج عسل ومعاه شوية مية زهر اهو زي القطر كده، بس يعني المفروض يكون عسل. طيب اسخن الزيت، ندير كويرات، نعمل كور كده، نغطيها بس علشان ما ينشفش. كنا عارفين ولا الجلاش. طيب عايزه اجيب بوله احط فيها ميه ودقيق عشان نقفل بيها. فوالا. طيب اخد من النص. بسم الله احطها. طيب انا عايزه احط دول في الزيت. بسم الله. وهكمل انا الباقي واحمره في الزيت ونطلع من فاصل ونرجع نكمل باقي الحلويات. كده خلاص انا خلصت، فاضل دول بس اللي خلصوا حطيتهم في العسل. خف منه. بسم الله. طول ما فضلوا في العسل كل ما كان حسن، كل ما فضلوا في العسل اكتر كل ما كان تشربوا اكتر كان طعمهم احلى.
الجنجلان او السمسم، كده خلاص. طيب ونبتدي بسلو. طيب سلو هنحتاج دقيق، سكر كلاسي او سكر ناعم، معلقه كبيره القرفه، معلقه كبيره قرفه، ربعات المعالق المزهر، معلقه كبيره ديال الشمر او حبه حلاوه، ثلاث معالق كبار عسل، معلقتين كبار زبده دايبه، وهنا حاطه سمسم اللي هو الجنجلان واللوز مقروش، حطاهم يتحمروا. زين نحرك اللوز. اللوز مسلوق ومقشر ومقروش وانا حاطه هنا، وبعدين هنعمه تاني زياده اكتر. طيب اللي عايزه اعمله، هبتدي احمر الدقيق، ممكن تحمريه في الفرن. طيب هحط الدقيق اتحمص اتحمر، ممكن تعمليه في الفرن برضو. انا عايزه على ما ابتدي ياخد وش، بص على اللوز واقلبه. خلي دي هنا، بسم الله، اهو اللوز بدا ياخد الوش اللي تحت اتحمر، فنقلبه. نرجعه الفرن. نقلب الدقيق. الدقيق المفروض تسيبيه لحد ما يتحمر، تسيبي الدقيق لحد ما يتحمر وبعدين تنخليه، عشان لو في الكلاكيع او حبات الدقيق اللي هي ماسكه في بعض تظبط. طيب انا كده كده مجهزاه ونخلاه. اوكي ادي الجاهز، ابتدي احط عليه الحاجات اللي احنا محتاجينها. قلنا ثلاث معالق كبار سنيده، معلقه كبيره قرفه، معلقه كبيره شمر مطحون، نشوف السمسم. خلاص السمسم اتحمر، شوف اللوز. اللوز كمان. خلاص اللوز كده، خلاص مش عايزة اطحنه اكتر من كده عشان سخون. السمسم اللوز. مية زهر، بسم الله، اخلط. وبعدين نحط العسل والزبدة. ايش يمكن نحطه بهادي، بسم الله. كده خلاص سلو خلص، نقدم. بسم الله.
سكر كلاصي، كده صوبنا او عملنا بريوات بكاوكاو او بريوات فول سوداني، وعملنا سلو. ان شاء الله تجربوهم في البيت ويعجبوكم. بالهنا والشفا والصحه والراحه.